في كتير بناء على رغباتكم انا بتحرك. الموضوع النهارده عن التهاب الضرع. التهاب الضرع انواعه والمشاكل الاقتصاديه اللي ممكن تحصل. اول حاجه انت عارفين طبعا الخسائر الاقتصاديه بتيجي لبن مفقود، ام مفقوده، تكلفه كتيره قوي قوي من الادويه، وخسائر ماديه رهيبه جدا. ايه هي انواع التهاب الضرع؟ انواع التهاب الضرع اولا حسب الاعراض، في التهاب ضرع غير ظاهري، وهو ده التهاب الضرع اللي العين ما بتلاحظوش، يؤدي بس الى ايه، انخفاض في جوده اللبن ونقص في الانتاج. كمان اخلي بالي ممكن يحصل نقص في الانتاج لو في حاله شياع او في هي في اواخر فتره الانتاج، لكن لو هي في نص الانتاج او حاجه بس سليم. الانتاج بيقل في الالتهاب غير الظاهري بنسب متفاوته حسب تفاوت عدد الخلايا الجسميه اللي هي السوماتيك سيل كاونت اللي بيحتوي عليها اللبن. نتيجه للالتهاب بيحصل لو عدد الخلايا الجسميه في الملي لتر او من اللبن يعني مثلا عندنا 200,000 خليه، الفض بيبقى تقريبا زيرو من اللبن. لو عندنا 500,000 الفقد تقريبا بيبقى 6. لو عندنا 1,000,000 6% يعني من انتاج اللبن. لو عندنا 1,000,000 خليه سوماتيك سيل كاونت خليه جسديه في اللبن بينفقد 18% تقريبا من انتاج اللبن. بينقص انتاج اللبن في موسم الحليب بزياده احنا عدد الخلايا الجسميه اللي احنا بنسميها السوماتيك سيل كاونت في موسم الاصابه، بل بيمتد الاثر احيانا للموسم الثاني والثالث. ده من خلال دراسات عملناها للسلالات المستورده عاليه الاضرار. يعني مثلا لو احنا شفنا صوره من التهابات الضرع اللي احنا ممكن نلاقيها على الحيوان، بنلاقي متوسط عدد الخلايا الجسديه لو قلنا مثلا 50,000 في الموسم الاول بتقل بنسبة زيرو، لو الخلايا الجسدية 100,000 بتقل في الموسم الأول بنسبة 100 كيلو وفي الموسم الثاني 200 كيلو، لو 200,000 بتقل بنسبة 200 كيلو وفي الموسم اللي بعده 400 كيلو، لو 400,000 بتقل 300-900 كيلو، لو 800,000 من 400-800 كيلو في الموسم اللي بعده، 400 في الموسم الأول 800 في الموسم الثاني، لو 1,600,000 بتقل طن من 500 في الموسم الأول وطن في الموسم الثاني. دي دراسات احنا عملناها عشان يبقى عارفين بالظبط الكميه، لو زادت الخلايا السوماتيك سيل كاونت او الخلايا الجسديه بمقابلها في الموسم الاول بتقل بنسبه 100، الموسم اللي بعده 200 200 400 400 600 وهكذا زي ما احنا ذكرناها لكم في الجدول. التهاب الضرع الظاهري بقى هو هو التهاب الضرع اللي لا يمكن ملاحظته بالعين المجرده، يمكن ملاحظته بالعين المجرده، بتسبب واضح قدام عينينا، بتسبب في في نقص ملحوظ في انتاج اللبن. كمان في حاجه كمان، الصفات بتاع اللبن بتتغير، خواص اللبن بتتغير، رائحه اللبن بتتغير. كمان احيانا اللبن بيقف خالص، بيمتنع خالص، يمتنع افراز اللبن تماما، احيانا يؤدي الى التليف الربع المصاب، التليف كامل. بيظهر على الربع على الضرع المصاب اعراض مصاحبه لمعظم انواع التهاب الضرع الظاهري زي ما احنا شفناها في الصوره الاولانيه اللي هي عباره عن تورم الضرع واحمراره. الصوره اللي هي اول صوره جت رقم 2 تحجر الربع المصاب، رقم 3 الصور اللي هتيجي ورا بعضها دي، رقم 3 ارتفاع في درجه حراره الربع المصاب، رقم 4 تحجر في الغدد الليمفاويه للضرع وتورمها، رقم 5 او الصوره دي معبره جدا ظهور بعض الخراريج على جسم الضرع، رقم 6 التهاب في الحلمه زي اللي احنا شفناها قبل الصوره دي بالظبط، الصوره اللي قبلها ورم في الحلمه كبير جدا. في حاله التهاب الضرع الغرغريني بيظهر خط فاصل بنسميه احنا الديماركيشن لاين في الصوره اللي قبل دي بين الجزء المصاب والجزء السليم، ويصاحب ذلك علامات الشحوب والإعياء وارتفاع درجة حرارة الجسم والتوقف عن الأكل تماما والركود على الأرض. الأعراض السابقة بتظهر
على الضرع وعلى الحيوان. يا اما نلاقي الشكل ده كله متجمع، الاعراض دي متجمعه زي ما قلناها، او حسب شده الايه الحاله. بعض الحالات بتكون غير قابله للعلاج على الاطلاق، زي يعني ايه الصور دي جميله جدا. طيب تؤدي في الاخر الى ايه؟ الى التخلص من الحيوان، وربما تؤدي الى نفوقه. ده يا اخوانا في بالذات في موضوع الغرغرينه، الاقي الديماركيشن لاين، الاقي الخط زي ما هي اللون الازرق في الحلمه وفي خط حواليها، في حته ساقعه وحته مش ساقعه، الحيوان بيتعب جامد جدا، ممكن الحيوان ينفق، وهنا بيبرز زي ما احنا قلنا دور الطبيب البيطري في معرفه نوع الميكروب، نعرف نوع الميكروب المسبب لهذا الالتهاب، وتحديد العلاج المناسب له، ومدة وطريقة استخدام العلاج هذا العلاج. يعني لو احنا قسمنا التهابات الضرع حسب نوع الميكروب، احنا قلنا الاول حسب ظاهري وغير ظاهري. طب حسب الميكروب بقى، يبقى عندنا نوعين من التهاب الضرع. التهاب الضرع البيئي، يعني من اسمه هو اللي بيجي من البيئة، بينتشر بسبب زي ما احنا دايما فاكرين ما اقول لكم ايه البيئة بتاع الحيوان، الحاجة اللي بتحيط الحيوان اللي تحتويه من الميكروبات تعيش وتتكاثر في الفرشه والطين او اي حاجه حوالين البتاع، يبدا ايه اللي هو ايه التهاب الضرع البيئي، او من ايدين الحلابين، او من الحليب، من الماشين نفسها، من الحليب، من المكنه بتاع الحليب لو كانت غير نظيفه او فيها حاجات مشققه في الجزء المطاطي بتاعها. الميكروبات ديت اللي احنا بنسميها انفيرومنتال او بنسميها الميكروبات البيئيه بتنتقل الى ايه الحلمه بتاع الحيوان اثناء عمليه ايه، اثناء عمليه الحليب من المكنه او من ايد الايه الحلاب، او بعد عمليه الحليب يطلع الحيوان الفتحات بتاع الحلمات تبقى مفتوحه، مفتوحه جدا، وتاجي ترقد على الارض تلاقي ايه ما لحقش يتم اغلاق ليها، وتخش على المكان غير نظيف بدون تطبيق، يعني مفيش تطهير، مفيش متابعه بعد الحليب، يبدا يخش ايه الميكروب من تحت ويعمل لنا مشكله كبيره جدا. ايه الامثله للميكروبات المسببه لالتهاب الضرع البيئي اللي هي الانفيرومنتال ماستايتس؟ زي ايه الميكروب المسبب للموضوع ده؟ اشهر ميكروب يا اخواننا كلنا عارفينه اللي هو ايه؟ الاي كولاي، او بيسموه القولوني العصبي بالعربي. القولون ده هو اهم مثل للاصابه بالتهاب الضرع البيئي اللي هو الانفيرومنتال ماستايتس. على طول تحط في دماغك الاي كولاي او القولون العصبي. ليه؟ الاثر السيء بتاعه على الحيوانات اللي بتصاب بيه، وله اهميه اقتصاديه كبيره. ايه اهميته الاقتصاديه كبيره؟ انه بيسبب نفوق كبير لعدد من الحيوانات. لو ما لحقتش اتدخل بسرعه واعمل تدخل سريع للعلاج يحصل نفوق لهذا الحيوان. الانفيرومنتال ماستايتس يا اخوانا من اخطر انواع التهاب الضرع، وخلي بالكم سهله جدا جدا انها ايه؟ انها تتعالج. تتعالج ازاي؟ عن طريق النظافه. المكان قدامي مش سليم، يا بسرعه الحقها قبل ما تفرز السموم في الدم، وعشان كده يجب ان انا اطهر المكان كويس قوي، واختار المضاد الحيوي المناسب ليها. وان هي خلي بالكم الانفيرومنتال ماستايتس او الايكولاي بالذات بتبقى مقاومه للبنسلين بشده. الميكروب الثاني اللي هو جاي من البيئه او الانفيرومنتال ماستايتس، زي مثلا ايه الاستريبتوكوكس ديس اجالاكتيا، مش اجالاكتيا بقى، ديس اجالاكتيا، النوع مع الايكولاي. النوع ده من الميكروبات بيسهل علاجه. اي مضاد حيوي بسرعه استخدمه يعني يجيب لي نتيجه كويسه جدا. الملاحظ في الميكروب ده اللي هو ديس اجالاكتيا ان هو بيعمل انخفاض سريع جدا في انتاج اللبن، واحيانا بيسبب تليف في جزء كبير من الربع المصاب. ديت بس علاجه اول ما استخدم مضاد حيوي يجيب نتيجه بسرعه، فجاه تلاقي الحيوان نزل خالص وبدا يجيب النتيجه معاه في رفع ايه كميه اللبن. من الميكروبات المهمة برضو اللي احنا بنسميها تبع التقسيمة بتاع الانفيرومنتال مايستايتس او التهاب الضرع البيئي، اللي هو الكوليستريديال ديزيز او الميكروبات اللاهوائية.
الميكروبات دي بتسبب النفوق ليه؟ عشان التوكسين اللي بتطلعه اللي ما تفرزه السموم اللي بتفرزها في الدم. تدهور السريع في الحالة العامة للحيوان هو ده بقى اللي بيعمل لنا غرغرينا، هو ده اللي بيعمل المشكلة الكبيرة اللي بتؤدي إلى انفصال تام بين نوعين خلايا الحية والخلايا المصابة، وبيسقط الجزء المصاب، تلاقي الضرع كله وقع كده، جزء منه وقع ويبقى الحيوان غير ذي قيمة. من أخطر الميكروبات اللي هو الكوليستريديال ديزيز أو الميكروبات اللاهوائية دي، هي اللي تؤدي في الآخر إلى الغرغرينة، بتطلع التوكسين. لما باجي أعالجها خلي بالكم لازم أحط مضاد التهاب، مهم جدا وهنقول الكلام ده في العلاج، لازم أدي محاليل كمية كبيرة، لازم أتعامل مع الجزء المصاب معاملة خاصة هنقولها لكم في العلاج في آخر الحلقة. ده النوع اللي هو بنسميه التهاب الضرع البيئي. النوع الثاني اللي هو التهاب الضرع المعدي. النوع من الالتهاب ده يصيب الحيوانات بميكروبات بتصل عن طريق الحلمة كعدوى سنوية، بتعقب بعد الإصابة الوبائية بسرعة أو الإصابة المعدية للبن، بتيجي عن طريق اللبن، ايدين الحلبين، اللبن الملوث، ايدين حلبين ملوثه من لبن اخر، خلال عدوى مركزيه داخل جسم الحيوان. كل ده يؤدي نقل العدوى، بتنتشر العدوى عن طريق تشققات الحيوانات اللي احنا قلناها المطاطيه. تاني حاجه لما اهمل في تغيير الحلمه في الحلمات المطاطيه في مواعيدها المناسبه بيحصل الاصابه بهذا النوع من التهابات الضرع. بعض الحلبين بيقوموا بيجي شخلب الحلمة بتاع الحيوان، بينزلها على ايديه، وقلنا الكلام ده كذا مرة، قلنا ما حدش يعملها، لازم يبقى في طبق تبص عليه. بعض الحيوانات المصابة بأنواع من البكتيريا بيبقاش باين عليها، لكن انها بتتنقل من الضرع الصابع بكرة على حلمات على أبقار أخرى، يجي سليمة يجي يحط ايده عليها ينقل الايه العدوى ديت. ومن اهم مسببات لالتهاب الضرع المعدي احنا قلنا الاولاني الانفيرومنتال ده الكونتوجيوس اللي هو المعدي الوبائي او المعدي او الوبائي او المنتشر اللي بيجي عن طريق ايه الميكروب. اول واحد اللي هو الميكروب السبحي. في عندنا ثلاث ميكروبات، العنقود الذهبي والميكوبلازما واللي هو ستافيلوكوكس اوريوس والميكوبلازما والستريبتوكوكس اجالاكتيا. ده ميكروب سريع التكاثر، سريع في اتلاف النسيج اللي هو السبحي اللي هو الاجلاكتيا، بيسبب زياده كبيره في السوماتيك سيل كاونت اللي هي عدد الخلايا الجسديه في اللبن، يصل الى عده ملايين في الخليه الواحده، في المليمتر الواحده يصل عده ملايين، خطير جدا. يؤدي كمان الى توقف افراز اللبن تماما من الارباع المصابه. لو ما تمش التدخل السريع بالعلاج فإن الاستجابة بتكون قليلة جدا، أما لو دخلت بسرعة الاستجابة للعلاج بتكون جيدة جدا. ده اللي احنا بنسميه ستريبتوكوكس أجالاكتيا. الميكروب الثاني اللي بيسبب الكونتيجيوس ماستايتس أو التهاب الضرع الوبائي، ميكروب عندنا بنسميه العنقود الذهبي أو الاستافيلوكوكس أوريوس. هو ميكروب عنيد برضه، يعيش في أعماق الضرع وبيتكاثر داخل الغدد اللبنية وبيعمل تدمير شامل ليها، بيكون مستعمرات ونسيج ضام، بيكون عائق ومانع أمام إيه المضاد الحيوي، ما يقدرش يخش للأماكن بتاع تكاثره. المضاد الحيوي بيعمل سيل وول حوالينه، بيعمل حاجة كده حاجز كده، ما يقدرش يخش مضاد الحيوي يعمل المحاربة له. أعراضه خراريج على الضرع، غرغرينا خاصة في العجلات بعد الولادة، بكرية لسه والدة وفجأة جالها غرغرينا على طول. فكر في الاستافيلوكوكس أوريوس، فكر في إيدين الحلبين، فكر في تغيير الجلد، تغيير الحلمات المطاطية، فكر في نظافة المحلم. الحيوانات المصابة بهذا الميكروب بتستجيب بصورة أكبر
وفكر فيها كويس اثناء فتره الجفاف. علاجها اثناء فتره الجفاف تجيب نتيجه كويسه قوي. بس استافيلوكوكس اوريوس اركز في الدراي اوف، اركز في فتره التجفيف، ابدا اشتغل. في حاله عدم استجابه الحيوان للعلاج بالطريقه دي، افضل نصيحه ليك اتخلص الحيوان ده بسرعه. ما تخليهوش. ليه؟ للسبب اللي اقوله لك ده. الاربع المصابه بهذا الميكروب غالبا او دائما ما بينشط فيها الميكروب ده بطريقه متكرره في الموسم الواحد، وبالتالي بيقل افراز اللبن بشكل ملحوظ. كمان ان تلك الحيوانات دي المصابه لازم يستلزم تجفيفها قبل العلاج، قبل ما تعالج تبدا تجف. تاني سبب بيخوفني من الميكروب ده واقول بسرعه مشوه، سرعه انتشار هذا الميكروب من ربع الربع في نفس الحيوان او من حيوان لحيوان اخر، يعني سريع جدا، كونتيجيوس، وبائي، ربع الربع في نفس الحيوان او حيوان لحيوان اخر، زي ما احنا قلنا عن طريق ايدين الحلابين، عن طريق الحاجات المطاطيه، عن طريق الجهاز الحليب او ماكينه الحليب، كل ده يعمل لك ايه؟ مشاكل رهيبه جدا، شكل خسائر ماديه فادحه جدا. طيب النوع الثالث اللي هي بنسميها ايه؟ الكوريني بكتيريوم، او بالعربي البكتيريا الوتاديه التقيحيه، اللي هي جايه من بتعمل حاجه فيها تقيح، فيها صديد. بتتقاس البكتيريا ديت في الغدد اللبنيه مكونه فيها قيح او فيها ايه؟ بتتحوصل وبتعمل على طول الخراريج. العمليه دي بتتكرر في الحيوان الواحد، وبعدين بتظهر عده خراريج على الحيوان، مجموعه خراريج، يعني تلاقي مالتيبل ابسس، يعني مجموعه خراريج بتتحال، اللي هي الكوريني بكتيريوم بيوجي. احيانا بتوقف معاها افراز اللبن تماما، وربما احنا بنحتاج ان احنا نفتح تلك الخراج ده يطلع خارج جسم الضرع، فيسبب نشر العدوى اكتر، يسبب نشر عدوى سريعه بين الحيوانات اكتر. عشان كده مثل هذا النوع من التهاب الضرع لا يمكن علاجه الا بعد التجفيف. بعد تجفيف الحيوان يتم علاجه جراحيا، يتحول الضرع كله الى خراج كبير، وربما بنحتاج نعمل اذر امبيوتيشن او نعمل استئصال اجزاء كبيره منه. الكونتيجيوس ماستايتس يا اخواننا من اخطر حاجات الوبائيات، هم ثلاث اربع ميكروبات لو دخلوا مزرعه اعرف ان المزرعه ديت يعني هتتعب جدا جدا في مكافحه هذه الميكروبات. دايما بقول انفيرمنتال صعب بس سهل علاجه. الكونتيجيوس هو الاخطر، اللي احنا قلناهم زي ما احنا قلنا الستريبتوكوكس اجلاكتيا، الاستافيلوكوكس اوريوس، الكوريني بكتيريوم بيوجين، والرابع بتاعهم الميكوبلازما، وده اخطرهم، ويعني ممكن يقفل المزارع. الميكروب ده بيتنقل عن طريق ايد الحلابين او ادوات الحليب الملوثه، وبيسبب التهاب شديد جدا للضرع. في فيديو هنحاول نعرضه دلوقتي يورينا برضو المزرعه وعمليه الالتهابات وعمليه الحاجات، يبدا ايه نشوف المزرعه والنظافه بتاعتها والتطهير بتاعها، نقدر نقاوم بيه الانفيرومنتال ونقاوم بيه برضو الكونتيجيوس. يبقى احنا عندنا مهمين قوي، غير الظاهر، غير التهاب الضرع الظاهر والتهاب الضرع الخفي، في عندنا تقسيمتين، تقسيمه التهاب الضرع الكونتيجيوس والايه التهاب الضرع الوبائي والبيئي. الميكوبلازما ديت من الميكروبات الخطيره جدا جدا جدا. بتعمل ايه الميكوبلازما يا اخوانا؟ من اخطر الحاجات انها بتيجي عن طريق الحلابين، ادوات الحليب الملوثه، بتسبب التهاب شديد للضرع، يؤدي الى ايه؟ تغيير شكل، خلي بالكم من الكلمتين دولت، شكل ولون وقوام ورائحه اللبن. يعني ايه؟ اللبن طبقات متعدده الالوان، لو انت حطيته في انبوبه اختبار يعني بيبقى واضح غليظ القوام، وبينتشر من حلمه الى حلمه ومن حيوان الى حيوان بسرعه رهيبه جدا، وبيحدث تليف رهيب في انسجه الضرع. ما بيتاثرش بالمضادات الحيويه، ما بيتاثرش بالمضادات الحيويه اللي بتشتغل على جدار الخليه
اللي بتشتغل على جدار الخلية الميكروبية اللي هي بتشتغل على السلول، الوقاية منه المحافظة على صحة الضرع وسلامته. مهم جدا الحاجات دي. طيب انت خوفتنا وقلت لنا المشاكل بتاع التهاب الضرع، قلت نوعين من التهاب الضرع، نوع ظاهري ونوع خفي. والظاهري قلنا اعراضه واشكاله، والخفي قلنا اعراضه واشكاله، وهنقول دلوقتي كمان بعد شويه ازاي نعمله. وقلت كمان على البيئي والميكروبات اللي بتسببه زي الايكولاي زي الستريبتوكوكس ديز اجالاكتيا، دولت من الحاجات المهمه اللي تسببه. اخلص منه ايه؟ عن طريق ايه؟ نظافه البيئه المحيطه بالحيوان. انا هتكلم دلوقتي في الوقايه، الفيديو ده هوت هيوريكم عمليات الوقايه مهمه قوي. كل نقطه من النقط ديت هتكلم فيها براحتي خالص. يبقى خمس نقط هعيدهم لكم واحد واحد. يبقى اول حاجه النظافه، رقم اثنين التجفيف، رقم ثلاثة الموسمية، رقم أربعة عملية الحليب، رقم خمسة الحلابين نفسهم، رقم ستة اللي هي متابعة المانجمنت أو إدارة القطيع. دولت في الوقاية هحكي معاكم فيهم بطريقة كبيرة قوي. طب نخلص الأول من التهاب الضرع وبعد كده نتكلم في الست نقط دولت أحكي لكم بالتفصيل فيه. أول حاجة في العلاج التهاب الضرع عشان كله متفق معانا فيه، لأن الفيديو ده هنعيده تاني ونقعد نشرح فيه براحتنا. أول حاجة بعملها إيه؟ تفريغ الضرع من اللبن. أول بأول ممكن أحلب التهاب الضرع غير ظاهري أحلبه ست مرات، كل ما فضي الضرع كل ما بقلل كمية الإصابة. في حالة عدم الاستجابة لعملية تفضية الضرع والست مرات بدي مضاد التهاب غير نون ستيرويدال. بعد كده بحتاج مضاد حيوي موضعي لو احتاج للضرع أو مضاد حيوي عام. ده يا إخوانا بالنسبة لإيه؟ للعلاج. تعالى بقى نتكلم في الخمس نقط اللي احنا قلناهم بتاع الوقايه، ودي مهمه جدا وهنشرحها معاكم على الفيديو اللي شغال معانا دلوقتي ده. يبقى اول حاجه عمليه النظافه بتاع المحلب، زي ما احنا شايفين دلوقتي الحلابين او الحلابات اللي شغاله كل واحده منهم لابسه لها جوانتي خاص بيها، لابسه لها مكان. يعني احنا استاذنك يا استاذ انصاري، ايوه من غير ما اتكلم انت عملت اهو، هترجع لي الفيديو بقى من الاول كده ونبدا نشرح عليه طرق الوقايه. طرق الوقايه يا اخوانا اول حاجه ان احنا البيئه المحيطه، البيئه المحيطه للحيوان لازم تكون نظيفه. كمان من ضمن الحاجات المهمه قوي 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 التغذيه، التغذيه بتاع الحيوان ديت من اهم الحاجات اللي انا اعتمد عليها. طب هتفيدني في ايه التغذيه في التهاب الضرع يا دكتور حامد؟ ايوه لو تغذيه جيده مناعه مرتفعه يقدر يقاوم هذا اي ميكروب داخله. كل ما الحيوان مناعته ترتفع، يا مش تحت ستريس نقص اي مواد غذائيه، مش تحت ستريس نقص فيتامينات ولا املاح معدنيه، يديك نتيجه كويسه جدا للحيوان. رقم اثنين البيئه المحيطه، البيئه اللي هي احنا بنسميها الانفيرومنت. هرتاح قوي من موضوع الايكولاي، هرتاح قوي من موضوع الستريبتوكوكس ديس اجالاكتي، هرتاح من مشاكل كل الميكروبات المسؤوله عن العدوى للحيوان اللي طالعه له من الارضيه، اللي طالعه له من المكن، اللي طالعه له من مكن الحليب، اللي طالعه له من الارض. دي مهمه قوي قوي ان المكان اللي عندي او المزرعه اللي عندي تبقى مزرعه جيده ومزرعه انت عارف تعمل يعني تعرف تنظف فيها كويس قوي. طيب من الحاجات برضو المهمه الموسميه اللي احنا بنقول عليها ايه اللي انا قلت على رقم اثنين انا اتكلمت فيها وقلت ايه الموسميه، هي ايه الموسميه؟ الموسميه خلي بالكم يا اخوانا اللي هي اوقات الحراره، اوقات الصيف. يبقى احنا عارفين ان اوقات الصيف ديت من الحاجات المهمه جدا اللي بينتشر فيها الذباب، ينتشر فيها الحشرات، بتبدا تنقل العدوى، بتبدا تعمل لي مشاكل. انا اقلل اثناء فتره الحراره او فتره الصيف، اعمل على محاربه الاكتوبرازات كلها، اعمل على محاربه الحشرات كلها، اعمل حيوان احطه زي ما انتم شايفينه كده قاعد في مكان نظيف جدا، متابعه من ناحيه النظافه، من الضرع يبقى ما فيش فيه اي مشاكل، الرمل اللي تحت الحيوان. من الحاجات المهمه برضو عشان احارب فيها الكونتيجيوس ماستايتس اللي هي فتره التجفيف. فتره التجفيف من اهم الفترات ان انا احارب فيها الاستافيلوكوكس اوريوس. من اهم فتره احارب فيها الالتهاب الضرع الوبائي اللي هو بيسموه الكونتيجيوس ماستايتس.
ليه؟ أبدأ أجيب الحيوان أديله المضاد الحيوي، يقعد فترة طويلة معاه، أعالج الحيوان قبل ما أجففه، يفضل فترة معايا لغاية ما أطمن 100% إن هو تم علاجه، وأجي قبل الولادة أبقى عارف إن الحيوان اللي معايا خالي من الأمراض اللي هي الميكروبات اللي بتسبب الكونتيجيوس ماستايتس. الحاجات المهمة جدا عملية الحليب، عملية خطوات الحليب نفسها في المحلب، شوف هو بيعمل إيه دلوقتي. قبل ما بيبدأ بينظف بينشف، بعد ما بيغسل بينشف، بعد ما بينشف بيطهر، بعد ما بيطهر بيركب، بعد ده التطهير الأولي، بعد ما بيركب بيحلب كويس جدا، إيده ما بتلمس الحلمة نهائي، بعد كده بيطهر التطهير النهائي. اللبن يطلع مباشر على التنكات الخاصة بيها، وإيه ويبدأ يعمل تنظيف، شايفين ووشنج كامل للأرضية، بعد كل حيوان بعد كل جروب بيخش يطلع يلاقي جروب تاني جاي. الحلاب يبقى لابس ما ينشرش العدوى، يبقى لابس جوانتيات في إيده يطهر المكن كويس بقدر الإمكان، يقلل بقدر الإمكان يقلل عملية انتشار العدوى من بقرة لبقرة أو من حلمة لحلمة، عن طريق التطهير الجيد، عن طريق إن هو نفسه كحلاب يبقى نظيف في لبسه، نظيف في شغله، متابع شغله جيد جدا. ده يعني خلي بالكم يا أخوانا من أخطر أنواع التهاب الضرع اللي إحنا بنسميها الكونتيجيوس ماستايتس دي، أو التهاب الضرع الوبائي. لو دخل مزرعة الخسائر بتبقى رهيبة جدا. ممكن بعض الميكروبات زي الميكوبلازما تقفل مزارع كاملة لأنك ما بتلحقش. فالبيئي خطير شوية صحيح، بس أقدر أتحكم فيه. أقدر أتحكم فيه إزاي؟ بالنظافة، بالمتابعة، إن أنا أشيل الأرضية كويس، أحارب الإكتوبرازايت، أحارب الدبان، أحارب الناموس، أحارب الحاجات اللي هي بتنقل العدوى، أخلي المكان دايما نظيف، أجي عالديل أقص الديل بعد الولادة، لأنه من أكتر الحاجات اللي تنقل العدوى، ينقلها من هنا لهنا. دايما أبص للبقرة إنها يعني مصنع لبن بيجيب لي أرضى، ما رضاش أحط الحليب أو مكنة الحليب في الحلمة إلا لو أنا سألت نفسي كده وأرضى، هل الحلمة دي أقدر أنا أحطها يعني أقدر أنا أشرب من الحلمة دي قبل ما أحط الكلو عليها ولا لا؟ يعني بأكد على شدة نظافة هذه الحلمة، لازم أغسلها كويس قوي، أنشف بعد الغسيل، أطهر تطهير أولي، بعد التطهير الأولي أركب المكنة بتاعتي، بعد كده أعمل التطهير الثانوي. من الحاجات المهمة جدا الحلابين، ثقافة الحلابين مهمة، تفريغ الضرع أول بأول ده من الحاجات المهمة جدا أنا أعملها. مشاهدينا الأعزاء، فاصل صغير وإن شاء الله راجع لكم ونستقبل تليفوناتكم بعد الفاصل. فاصل ونتواصل.